بعد تدميرها لحاضر البلد وتهديد مستقبله، ميليشيا الحوثي تحاول طمس تاريخ اليمن وتدمير معالمه التاريخية ورموزه الحضارية. قبل أيام فجرت الميليشيا قلعة القوبة الأثرية بمحافظة حجة. يأتي هذا بعد تحذيرات وزارة الثقافة من استمرار الميليشيا بالعبث بمحتويات دار المخطوطات في الجامع الكبير بصنعاء، وفرضها لأشخاص من خارج الوزارة كمشرفين على الدار، وترهيب وتهميش الموظفين العاملين فيها. المنظمة العربية للتربية والثقافة نددت أيضاً بما تقوم به ميليشيا الحوثي من عمليات مصادرة وإتلاف للتراث الثقافي اليمني وإخفاء وتهريب المخطوطات القديمة والنادرة من المتاحف والمواقع الأثرية الواقعة تحت سيطرتها. ومع القبضة الأمنية للميليشيا وعدم وجود صحافة حرة، لا يعلم حتى الآن حجم النهب والدمار الذي تعرضت له المتاحف والمواقع الأثرية في اليمن، بالنظر إلى الأنباء التي تتحدث عن ازدهار تجارة تهريب المخطوطات والقطع الأثرية للخارج. يشد اليمنيين إلى التاريخ السبئ والحميري، ويجعلونهم يقدسون ويعظمون بقايا أعمدة في مارب أو في آثار دولة معين أو آثار دولة سبأ في مارب وفي الجوف وفي غيرها، وأن هذا هو تاريخنا وأن كنا أصحاب حضارة وكنا. حرب ثقافية موازية يخوضها الحوثيون ضد اليمنيين وكل ما يتعلق بتاريخهم وحضارتهم، في استهداف واضح للهوية الوطنية التي عمل الحوثيون على تجريفها منذ اللحظة الأولى للانقلاب، وهو عمل ممنهج يأتي في إطار جهود الميليشيا لغرس فكرها الطائفي ومحو كل ما يخالفه. ليست ميليشيا الحوثي وحدها من تستهدف المواقع الأثرية والتاريخية، فقد أقدمت مقاتلات التحالف على قصف العديد من المواقع الأثرية أيضاً، كمدينة صنعاء القديمة والمتحف الحربي بعدن ومتحف ذمار وكوكبان وغيرها من المواقع. مخاوف ونداءات يطلقها ناشطون من أجل حماية التراث الثقافي والتاريخي لليمن، فيما يخشى أن يتسرب كل الإرث الحضاري وينتهي أثره في لحظة مختطفة من تاريخ البلد سيطرت عليه فيها ميليشيات طائفية تخاصم كل ما له علاقة بالهوية اليمنية.